وتكون عندنا نفس المسافة من هنا لهنا كتساوي من هنا لهنا، باش تعطينا المماثلة هي هادي، وهنا عندنا المسافة كتساوي المسافة. ثم هاد النقطة خصنا نرسمو المماثلة ديالها، غادي تعطينا تقريبا باقي شوية، تقريبا هي هادي، النقطة الثالثة خصنا نفس الفكرة نرسمو المستقيم اللي كيدوز من النقطة والنقطة او، بحيث يكون عندهم نفس المسافة، دونك هادي كتسوى هادي، كيعطينا نقطة أخرى، والنقطة الأخرى هي هادي. حيت كدوز من المركز والمسافات متساويين، دونك هنا المسافة كتساوي المسافة، هادي كتساوي هادي، وهادي كتساوي هادي. ونقدروا دابا نرسموا الرسم المماثل ديال سي واحد، اللي هو سي جوج، وغادي نقولوا ان سي جوج هو مماثل سي واحد بالنسبة ل مركز المعلم او. الو هنا غادي نكونوا سالينا تذكير رقم جوج اللي تكلمنا على التماثل المحوري والتماثل المركزي. الوغ اخر حاجه غادي نشوفها قبل ما ندوزو الخصائص ديال التاويل هي الفرق بين المقاربات والفروع الشلجميه. ما هو الفرق، نطرح على سؤال، ما هو الفرق بين المقارب والفرع الشلجمي؟ كان بزاف ديال التلامذة كيخلطوا بين المقارب والفرع الشلجمي، ما خاصكمش توقع لكم نتوما، لان المساله ما صعيباش. سؤال، الوغ المقارب، ندير هنا المقارب، كنعرفو ان سي اف يعني المنحنى يقترب من المقارب. اش كنقولو سي اف يقبل مقاربا، كيعني ان سي اف غادي وكيقرب شويه بشويه للمقارب، ونقدروا نقولوا انه يصله عند ما لا نهايه، يعني غادي وتقرب منه، غادي وتقرب منه، كيوصلوا فاش كتكمل، فاش كنكملوا الرسم كله. هو مثلا الا عندنا قالوا لنا مثلا هنا عندنا مقارب افقي معادلته y تساوي جوج، هذا كيعني ان
بينا انه مقارب، قالوا لنا هذا مقارب ل سي اف. غادي نشوفوا الخاصيه ديال المقاربات. هذا كيعني ان سي اف كيقرب من المستقيم، يعني مثلا يا اما غادي يقرب منه من التحت ولا يقرب منه من الفوق. دونك الا كان مثلا من التحت غيكون بحال هكا، غادي وتقرب منه، المسافه بيناتهم كتصغر 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 وبحال هكا. وكنعرفوا انه منين غادي نمشيو لزائد ما لا نهايه هنا، غادي هاد سي اف يوصل المقارب، يعني غيلصق معاه. ولكن في الرسم ديالنا ما عمرنا خصهم يكونوا ملاصقين، خصهم بينوا انهم راه تيقربوا ولكن ماشي ملاصقين، لان ما كيوصلوا حتى لما لا نهايه. وحنا في الرسم ما عمرنا كنقدروا نرسموا ما لا نهايه. الا جا من الفوق، الا جا من الفوق مثلا، يقدر يكون الرسم داير بحال هكا، جا سي اف بحال هكا، جا لهنا عاود نزل، عاد غادي يقرب منه، لان المقارب كيعطينا صوره في زائد ما لا نهايه. دونك هنا غادي يبقى يقرب منه، يقرب منه بشويه 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 بحال هكا. ودائما الفكره هي ان المقارب راه ما غاديش يوصلوا، ما غادي يوصلوا حتى لزائد ما لا نهايه. دونك راه كيقرب منهم ولكن ما كيوصلوش. دونك هادي هي اللي خاصكم تفهموا، ان سي اف يقترب من المقارب. بالنسبة للفرع الشل الجامي، الوغ الفرع الشل الجامي هذا ما تيقربش منه السي اف. غادي نقولوا ان الفرع الشل الجامي يعطي اتجاها فقط ديال سي اف، يعطي اتجاها لسي اف. اشنو كنعنيو بهذا كيعطي اتجاها؟ الا تذكرتوا الخصائص كنقولوا ان سي اف يقبل فرعا شل جميعا اتجاهه، يعني كنعطيو فقط الاتجاه. مثلا نتصوروا انهم غادي يقولوا لنا راه ايغريك زائد جوج، في التمارين لقينا ان ايغريك زائد جوج فرع شل جامع. ناخذ هذا المثال ديال ايغريك يساوي جوج، ونقول هنا ايغريك هنا هذا بوحدو وهذا بوحدو. الوغ هنا ايغريك يساوي جوج، درنا واحد الحساب ولقينا ان ايغريك يساوي جوج فرع شل جميع. نعطي مثلا شل جميع لسي اف. الوغ اشنو كيعني؟ الوغ ما كيعنيش ان السي اف غادي يجي بحال هكا. لو كان جا بحال هكا ما غاديش نسميوه فرع شل جميع. شنو غنسميوه؟ غادي نسميوه مقارب. اذا ماشي بحال هكا كيمشي، ولكن فرع شل جميع كيمشي في الاتجاه ديالو. غادي منين يقرب من زائد ما لا نهايه غادي يمشي في هذا الاتجاه، ما كيقرب منوش ما كيبعدش منه بزاف، ولكن كيكون قريب في هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه ديال الفرع الشل الجامع. مثلا الا قالوا لنا ان سي اف يقبل فرع الشل الجامع ايغريك يساوي جوج، ورسمنا وخرج لنا الرسم بحال هكا، هذا بطبيعة الحال غلط، لأن دابا ما بقاش كيقرب منا، هذا ليس فرع شل جميع. يعني الفرع شل جميع خاصو يكون تيقرب، ما تيقرب ليش، ولكن غادي في الاتجاه ديالو. يعني سي اف غادي في الاتجاه من هاد الجهات لتحت ماشي من الجهات الفوق، نقدروا نفهموه بحال هكا. الفرع الشل الجامع خاصو يكون سي اف من الجهه ديالو، ولكن راه ما تيقرب ليش. هذا هو الفرق بين المقاربات والفروع الشل الجامعه.
مثلا مثال اخر بالنسبه لهذا الفرع الشجامي، الى لقينا ان حسبنا واحد الحساب ولقينا ان دونك او اكس، لقينا ان سي اف يقبل محور الاراتيب كفرع شجامي، مثلا سي اف يقبل محور فرعا شجاميا اتجاهه هو محور الاراتيب. الوغ اشنو كيعني هذا؟ كيعني ان راه نزيد هنا عند زائد ما لا نهايه، يعني فاش كيمشي اكس زائد ما لا نهايه سي اف يقبل فرعا شجاميا اتجاه محور الاراتيب. اش كيعني هذا؟ كيعني ان سي اف راه كيمشي لزائد ما لا نهايه، ولكن غادي نحو في الاتجاه ديال محور الاراتيب. يعني الا رسمته بحال هكا هذا غلط. علاش؟ لان هذا اللي رسمت راه هو فرع شجامي اتجاهه ماشي محور الاراتيب، ما غاديش في الجهه ديال محور الاراتيب، ولكن غادي في الجهه ديال محور الافاصيل. هذا قرب لمحور الافاصيل على محور الاراتيب. ولكن الا بغيت رسم هذا يقبل فرع شجامي اتجاه محور الاراتيب غادي يكون بحال هكا، يعني في الاتجاه ديال او ايغريك، اقرب للاو ايغريك من او اكس. هذا صحيح. دونك هذا هو اللي خصنا نعرفوا، الفرق بين المقاربات وبين الفروع الشجاميه. بالنسبه للمقارب كنت نقدر نعطي مثال ديال مقارب عمودي، مثلا نقدر نعطي هنا مقارب عمودي المقارب عمودي الا قلنا مثلا مقارب عمودي معادلته إيغريك يساوي مثلا 3. الوغ في هذه الحاله قلنا ان المقارب سي اف يقترب من المقارب، يعني ان سي اف غادي وتقرب من هذا المقارب وكيوصلوا في زائد ما لا نهايه. يعني الا تبعنا الرسم وبقينا تابعين 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 هذا الرسم غاديين 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 غادي سي اف يقرب من هذا. وكيبان لكم ان هذا سي اف يقدر يقرب من اليمين ويقدر يقرب من اليسار. دونك من اليمين غادي يمشي بحال هكا، ومن اليسار الى جا من اليسار مثلا يجي بحال هكا. المهم هو انه سي اف غادي وتقرب من المقارب إيغريك يساوي 3. دونك هذا مقارب لسي اف. ولا لاحظنا دائما كيبان الفرق ان هنا كنقولوا راه مقارب كيقرب سي اف، هنا سي اف يقبل فرعا شجاميا اتجاه محور الاراتيب، يعني الاتجاه ديالو ها هو الاتجاه ديالو هو او ايغريك، ولكن سي اف راه ما كيقربش منه غير يجي في الاتجاه ديالو. اوكي دونك بهاد المعلومات هادو نقدروا دابا نتكلموا على التاويلات الهندسيه اللي عندنا. الوغ التأويل الهندسي غادي نشوفو فيه التأويل ديال النهايات، غادي نشوفو فيه التأويل ديال الاشتقاق، وغادي نشوفو فيه خاصيات عامة. الوغ بالنسبة للتأويل الهندسي غادي يطلبو منا تأويل هندسي إلا حسبنا واحد العدد المشتق أو لا درسنا الاشتقاق.
دونك هنا غادي يطلبوا منا التأويل الهندسي ديالو أو لا حسب